الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. هذا يعرف يخرجني يضربشني؟ إيه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة أبو حديدة اتلمم وهجموا على الدوار. أيوه. وهب قامت العركة. أوبا. أمال إيه؟ أما بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني. وقع فيها حنجل أبو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزقلطني يضبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي أيوه. قدام مين؟ أيوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة أبو حديدة. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد ياخد الاكل وراح اقعد قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. ايوه احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عندهم هناك؟ كبير ايه. طيب هو قول لي حاجه، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب اسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومن واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج، اديني بقى. رايح فين انت؟ لا ابدا، اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج، مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايده. طب ولا يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده، وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك شيك مرصفي ب$10,000,000. وخد بالك خد بالك يا حاج، مفيش وقت، خلاص الوقت قزح، والوقت كان قزح، إلا أن تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زيي. فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. صح 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 صح
ثابت يعني ثابت. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن، واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، اقوم ورايا انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ مين صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايد يا بيه، وانا كبيرهم. انت كبير الحدايد؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايد، ها؟ مصر الجديدة معلومة ليه دلوقتي؟ دي دبانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبودره. مش سامع. مخدرات وسلاح وبودره. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده. تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها، انما للاسف القضيه لابساك لابساك يا ابو حديده. نفسي الاقي بس كده حاجه تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف يا ابو حديده. هاتوا يا بيه يا بيه، البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه. ايه اللي يثبت يا ابو حديده؟ الحجج يا ولد منك له. الحجج؟ اه فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزع وحدان ده في داهيه. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السودا. يلا رجالة بينا بينا على وحدان، جيبوا اللي يلا 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 اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقولو، فيصبح القتل دفاعاً عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على اوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة اليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله اللي جابك هنا؟ وايه لبس الزفت اللي انت لابسه ده؟ انت جاي في ورشه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا اشرف؟
وبعدين 5000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم دول دلوقتي ابنك وابنك ايه وزفت ايه هتسددهم ازاي ال 5000 جنيه دول؟ ده انت الجنيه بيطلع من جيبك بيكتب له عمر جديد جاي تسدد 5000 جنيه؟ بودك ايه؟ مش عايز اشوف وشك هنا باللبس اللي انت شايفه ده حلو يعني من وجهه نظرك عايزك تخلع من الدار يلا يلا انت فين يا حبيبي؟ يا حبيبتي نادر بيجي هو ومراته عمالين يسالوا عليك من الصبح والله تعالى يلا